من رام الله ينضم إلينا اللواء محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية. سيادة اللواء، يعني معظم التصريحات عن الموقف الأمريكي تضع عدم اعتراض الولايات المتحدة وتمريرها للقرار أنه يعني موافقة أمريكية على وقف إطلاق النار، ويعكس تغيرا في الموقف الأمريكي من الصراع. هل تتفق مع هذا الطرح؟ صباح الخير لك يا سيدتي. حتى نبدأ بالحديث يجب أن نذكر نحن اليوم 74 بعد 100 على العدوان، وبالتالي لم نلحظ تطورات كبيرة في الموقف الأمريكي باستثناء هذا الموقف الذي اتخذته بعدم التصويت يعني أو عدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن. ولكن السياسة في الميدان تقول أنه ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تدعم دولة الاحتلال وتشاركها حتى في العدوان، وليس دعما، بمعنى هي تشارك حتى في مجلس الحرب. وكل القيادات الأمريكية التي تأتي إلى ضابط الاحتلال تحضر اجتماعات مجلس الحرب وتناقش معهم الخطط. واليوم يعني وزير دفاع دولة الاحتلال موجود في الولايات المتحدة الأمريكية ناقش معهم الخطة، خطة دخول رفح، ومن أجل يعني تقليل خسائر بين المدنيين، تغيير آليات العمل العسكري، إمكانيات أن يعني يكون هناك في ضمانات لدولة الاحتلال أنه لن يكون هناك تهريب من الحدود المصرية، باستخدام كل إمكانياتهم، خاصة أن هناك في قوات أمريكية في شمال سيناء موجودة من إبان يعني اتفاقية كامب ديفيد، وبالتالي هي معنية أن تحرص على ألا يكون هناك تهريب من خلال استخدام المجسات والكاميرات والمراقبة الجوية وبقاء يعني مراقبة ميدانية بشكل كامل. ولكن أقول أنه نحن تابعنا هذا الموقف، أنه هناك بعض الخلافات التكتيكية ما بين الإدارة الأمريكية وحكومة نتنياهو بالتحديد وليس دولة الاحتلال. الحكومة مختلفة كليا، خاصة أنه هذه الحكومة من اليوم الأول قال عنها الرئيس بايدن بأنها حكومة متطرفة يجب تغيير، يعني بمعنى بن غفير وسموتريتش لم يكن يرغبوا الأمريكان بالتعاطي مع هكذا حكومة، يعني لا تتقاطع مع قيمهم الداخلية كما يقولون أنهم الديمقراطية وأن هؤلاء يعني مستوطنين وبالتالي ولادهم متطرفين، وبالتالي رفعوا السقف قليلا وفرضوا بعض العقوبات على بعض المستوطنين. هذا الموقف صحيح نحن نلاحظه كفلسطينيين، ولكن نقول بأنه هذا غير كافي، لأنك أنت عم اليوم بتحاول تقلل خسائر المدنيين لكن لا تمنع الخسائر، وبالتالي يسمح لدولة الاحتلال بالدخول إلى رفح ولكن بآليات عسكرية مختلفة، يعني حرب خاطفة، يعني إنزالات قد تكون بيسموها حرب مكافحة الإرهاب القوات الخاصة، ولكن ليس بالدبابات كما دخلت في المدن الأخرى كان خان يونس أو دير البلح أو مثلا غزة أو الشمال. لذلك هذا العمل لسه ما زال مستمرا، والنقاشات ما زالت في واشنطن مع يعني وزير دفاع دولة الاحتلال. هل سيخرج بنتيجة؟ بالتأكيد، لأنه نتنياهو أصلا هو يتحدث عن رفح وليس لديه إمكانية دخول رفح الآن لوجستيا. القوات العسكرية دولة الاحتلال غير جاهزة للدخول في معركة في رفح. بدأت اليوم مظاهر يعني الحشد واقتراب الدبابات من الحدود الفلسطينية في حدود 67، وبنفس الوقت قد تكون العملية خان يونس إذا ما انتهت بشكل سريع تستخدم هذه القوات من شمال رفح لدخول من الشمال، ودخلت قوات أول أمس يعني من الغرب من منطقة غرب رفح وتمركزت، وبالتالي هناك في قوات إسرائيلية في غرب رفح موجودة، ونحن نعرف يعني بالجنوب الحدود المصرية، بالشرق موجود قوات إسرائيلية، من الشمال في قوات في خان يونس، والغرب يعني عملية رفح أصبحت محاصرة عسكريا. وإذا رغبت دولة الاحتلال أو أخذت قرار يعني بعيدا عن موقف الإدارة الأمريكية والدخول بريا تستطيع الدخول، لكن هل تكون العملية سهلة؟ بالتأكيد لا، سيوقع العديد جدا جدا من المدنيين الفلسطينيين، وأيضا هم سيوقع فيهم خسائر. يتحدث نتنياهو عن 4 كتائب موجودين، واحدة كتيبة في يبنى، واحدة في الشابورة، واحدة في المدينة، واحدة في شرق رفح، لكن لا يتحدث أنه هناك كثير من المقاتلين انتقلوا من الشمال ومن غزة ومن منطقة الوسطى وخان يونس ما تحت الأرض، وصلوا الآن رفح وموجودين ويستعدوا لهذه المعركة الضخمة، وبتكون ستكون ملحمة وخسائر كبيرة على الطرفين. لذلك تخوفات الإدارة الأمريكية تدفعها القول بأن العملية البرية خطأ كبير، خطأ أمنيا لإسرائيل وتجعلها معزولة في العالم. وتتحدث عن أمن إسرائيل أيضا، يعني هي تتحدث أنها خطر على المدنيين الفلسطينيين ولم تخفي أو لم تغفل خطورتها على الأمن الإسرائيلي.
هذا صحيح، هو البند الأول من دولة الاحتلال. لذلك أنه إذا نتذكر يعني الخطاب أو المؤتمر الصحفي الذي عقده وزير الدفاع الأمريكي أوستن يعني قبل حوالي 4 شهور، وحذرهم من دخول عمليات برية كبيرة، وقالوا أن هذه عمليات من ناحية تكتيكية قد تحرز يعني إنجازا تكتيكيا، ولكن على المستوى الاستراتيجي خسارة كبرى لدولة الاحتلال. واللهم نحن نراها يعني في محكمة العدل الدولية، نراها في العزل من قبل يعني القرار الذي اتخذ في مجلس الأمن بالتصويت على وقف القتال، وامتنعت أمريكا عن التصويت، ونراها أيضا حتى في العلاقات الدولية على صعيد بعض الدول أوقفت التسلح وإرسال الأسلحة. وهناك أيضا بالشارع الغربي يجب أن نأخذ بعين الاعتبار هناك تطور في الرأي العام الأمريكي كمان. يعني بالأمس استمعنا إلى بعض يعني استطلاعات الرأي خاصة مؤسسة بولمريك التي قالت أنه 55% من الشعب الأمريكي 55% يرفض العدوان ويطالب بوقف العدوان، و36% يوافقون على ذلك. وحينما نتحدث عن الحزب الديمقراطي نجد أكثر من 73% يطالبون بوقف العدوان. لذلك نقول في تغير، وتغير في المزاج الشعبي، وتغير حتى في مستوى القرار السياسي. قد لا تكون المستويات متوازية بنفس القيمة، ولكنها يعني الحكومات حينما تتغير تأخذ بعين الاعتبار مصالحها القومية والمجال الحيوي والأمن القومي، وبالتالي الحكومة شيء والشعب والبرلمانات شيء آخر، لكن هناك تغير والتغير ملموس. طيب الموقف المصري الثابت من هذه الجزئية تحديدا بشقيها، يعني إما للحفاظ بالطبع على أو الموقف المصري من الصراع والقضية الفلسطينية، وأيضا لأنها أمن قومي مصري، هل يمكن أن تلقي إسرائيل بالا لهذا الأمر خصوصا مع اللهجة المصرية التي تتحدث عن اتفاقية السلام؟ بالتأكيد ستأخذ هذا بعين الاعتبار، ولا كان زمان يعني دخل في العملية. لو كانت مصر يعني ليس لديها الموقف الحاسم من بدايات المعركة، وحين قالت سيد الرئيس يعني السيسي بعد اجتماعه مع مجلس الأمن القومي بأنه هذا يعني أمر يمس الأمن القومي المصري، وبالتالي كان هناك في موقف حاسم. الموقف المصري هو يعني جزء من النضال الثابت والموقف الثابت الذي منع التهجير، ولا كنا أمام هجرة أيضا، هجرة قصرية. الجانب الآخر المساعدات الاقتصادية والموقف الدبلوماسي والسياسي والبربر ودورهم في الموقف السداسي العربي، بالتالي لمصر في موقف مميز في هذا الجانب. ونحن نعرف أنه علاقات تاريخية، لكن لماذا الاحتلال يأخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟ لأنه هذه أكبر دولة عربية، أكبر قوة عسكرية عربية، أول دولة تقيم يعني علاقات سلام معها باتفاقيات كامب ديفيد سنة 1978 79، وبالتالي نقول أنه مر عليها أكثر من حوالي 46 عام، وما زالت يعني مصر محافظة على جانب مهم أنه لا توجد هناك علاقات تقطيع مع هذه الدولة، هناك فقط مع الحكومة علاقات سياسية، ولكن لا تجد المصريين موجودين مثلا أو حتى يزوروا السفارة الإسرائيلية في القاهرة. ولذلك أقول أنه هناك في موقف، وموقف مهم جداً، حتى الإدارة الأمريكية تعرف تماما بأن الموقف المصري يلعب دور بإيقاف هذه العملية التجارية. رفح لماذا؟ لأنه هم شركاء في موضوع محور صلاح الدين، وهم شركاء في اتفاقيات كامب ديفيد، وما زال كما قلنا قبل قليل بأن قوات أمريكية موجودة في شمال سيناء، وتطرح الآن الإدارة الأمريكية وخاصة البنتاغون بأن هناك في بدائل للدخول البري. اولا البديل الاول هو موضوع يعني تامين الحدود من التهريب السلاح، والقوات الامريكيه مستعده لذلك بالتنسيق مع مصر، وفعلا مصر قامت بدورها واجلت حتى جزء من سكانهم على موضوع شمال سيناء، ولم يوجد هناك انفاق كما تدعي دوله الاحتلال، ولكن الامريكان مستعدين لدفع الثمن ماليا والتغطيه ودفع يعني امكانيات تكنولوجيه، مراقبه جويه، مجسات تحت الارض، فوق الارض، الاسلاك الشائكه، كل ذلك يقوم بفول التهدئة يعني الموقف الإسرائيلي الذي يدعي بأن هناك حالة تهريب دائما، يريد أن يجتاح المنطقة لكي يسيطر على معبر رفح ويغلق صلاح الدين. لا، هو الموقف الرئيسي يريد إغلاق معبر رفح الدولي، وبالتالي نكون أمام خيار واحد، الرصيف المائي الذي يبنى الآن، ويمكن بعد فترة نجد نفسنا أن نختم جوازاتنا عبر هذا الرصيف، وكمية من الغذاء تدخل ومجموعة من البشر تخرج، وبالتالي
نقع في فخ نقول عنه احنا يعني الهجرة الطوعية، او الذين يرغبون بالسفر طواعية خارج قطاع غزة نتيجة ما قامت في دولة الاحتلال من تدمير كافة مقومات الحياة وخاصة في منطقة الشمال.